ارجع لك دكتوره، ودي اسالك عن تعامل المجتمع اليوم مع هذه الازمه. المجتمع كله موجود في منازله، في حملات مهمه في السوشيال ميديا، لكن كيف جالس يتعامل المجتمع اليوم مع هذه الازمه خصوصا المجتمع السعودي؟ شوف يعني انا احترم حقيقي مجتمعنا مره عنده وعي وبيتعاملوا بوعي وبيحترموا الاحترازات، ولكن الا ما يكون فيها فوات، وهذه هي المشكله. يعني بمعنى حدي مثل بسيط، في من كم يوم شفت في السوبر ماركت ابو ام حاطين الماسك وحاطين ولابسين جلافزات والبيبي بتلعب في العربيه. طب ما الطفل ده ناقل بغض النظر انه هو ممكن يكون اقل اصابه. المشكله انه احنا في البيت ما اخذنا اشتراطات العزل، ما هو في البيت ترى عزل، يعني المفروض ما نتواصل كثير، نستخدم الادوات بنظافه، الغسيل، بنلاقي بيعملوا جمعات في البيت، بيعملوا سهرات في البيت، يعني كأنه ما في شيء يتغير. ايوه انا بقول غيروا جو البيت بحيث انه يصبح مريح لكم، لكن مو لدرجه انكم تتكتلوا. يعني بتلاقي عزمت عمتي عامله خطوبه، عمي مش عارف ايش مسوي، ما ينفع بالشكل هذا. محتاجين انه نعمل سيطره على الموضوع. واتمنى على الابهات والامهات، انا عندي فكره بسيطه، مثلا نحول التوعيه للعبه. جميل. لو كل واحد فينا في البيت مثلا عمل حاجة زي عمل كيكة مثلا وقال دي كورونا ولازم نعمل كذا عشان ما نغسل، عشان نوصل معلومة للأطفال، بمعنى نحول التوعية الإرشادات اللي بناخدها دي نعملها نرسمها مع بعض نكتبها، حتوصل للأطفال أسرع صراحة. برجع لك للكبار بعد ما تكلمنا على الأطفال، بس خليني أروح دكتور محمد. ما زالت الرحلات الداخلية تعمل بين المدن السعودية، هل عندكم إجراءات موجودة في مطارات وصالات القدوم للرحلات الداخلية نفس الإجراءات اللي تصير في القدوم الدولي أو مختلفة؟ وإيش الإجراءات اللي بتاخذوها بشكل عام في المطار؟ طيب إحنا الحمد لله يعني ما إحنا خايفين من المرض الحمد لله داخلياً، تمام، وأتوقع إن شاء الله إنه المملكة قادرة بكوادر السعودية إنها تحتوي المرض هذا. لكن بالنسبة نستقبل بعض الأحيان بلاغات عن طريق كابتن الطائرة، إذا كان لاحظ أي حالة مرضية في الطائرة حيبلغ البرج والبرج يبلغنا. في عندنا فريق طبي اسمه فريق التدخل والاستجابة السريع، هذا الفريق مدرب للتعامل مع الحالات المشتبه فيها، طبعا مدرب بشكل جدا ممتاز، مع مدرب بأساسيات مكافحة العدوى، كيف حيتعامل مع الحالة وكيف الطريقة احنا نحول الحالة المشتبه فيها. طبعا احنا نشتغل في مطار الملك عبد العزيز بقوة عاملة تقريبا 526 موظف وموظفة، موزعين على 5 مراكز صحية تعمل على مدار الساعة، وفي صالات للقدوم الدولي.